إزمير غربي الأناضول، حيث انتهت آخر معارك حروب الاستقلال التركية، ليعلن بعدها الضابط مصطفى كمال في 28 من شهر تشرين الأول لعام 1923 ومن عاصمته الجديدة أنقرة ولادة الجمهورية التركية الحديثة بالعلم الأحمر ذي الهلال والنجمة مجدداً، وذلك على أنقاض السلطنة العثمانية التي ستطوى سيرتها عند هذا التاريخ وإلى مصطفى كمال، والذي لقبه الأتراك بأتاتورك والتي تعني جدهم، صنع لجمهوريته الجديدة فلسفتها السياسية الخاصة والتي تمحورت حول الانعطاق من إرث السلطنة العثمانية، ليشكل لذلك دستوراً صلباً سيرسم الهوية الجديدة للجمهورية وفق مبادئ صارمة كان أبرزها ثنائية العلمانية ووحدة الأمة التركية، ثنائية ستتحكم لاحقاً في مفاصل المشهد السياسي لتركيا. إضافة لذلك، فإن أتاتورك قد حجز مكانة استثنائية وحرمة خاصة للمؤسسة العسكرية، والتي سيكون على عاتقها مهمة كبيرة تتمثل بحماية هذه العقيدة الكمالية. خلال مئويتها الأولى مرت الحياة السياسية في الجمهورية التركية الحديثة بمراحل وانعطافات عديدة، بدأت بسيطرة الحزب الواحد وهو حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك كحامل لأفكاره السياسية، لتبدأ لاحقاً بالظهور عدة تيارات سياسية متنافرة شكلت العمود الفقري للمشهد السياسي، كان أبرزها التيار اليساري واليمين القومي والتيار المحافظ أو ما يعرف بحركات الإسلام السياسي، لتعيش تركيا مئويتها الأولى في مشهد تراوح بين تجربة ديمقراطية ناشئة وانقلابات عسكرية متعددة، بالإضافة إلى بروز عدة ملفات أثرت وما زالت تؤثر على سياستها، سواء كانت الداخلية أم الخارجية، كالمسألة الكردية وبروز العنف السياسي، وكذلك جيرتها مع اليونان والمشكلة القبرصية، بالإضافة إلى جدلية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. في بداية الألفية الجديدة وتحديداً عام 2002 كانت هناك علامة فارقة جديدة في التاريخ السياسي الحديث لتركيا، تمثلت بوصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان لسدة الحكم. الحزب الذي يعتبر سليل حزب الرفاه أحد أبرز حركات الإسلام السياسي. أردوغان ومنذ توليه الحكومة عمل مع رفاق دربه على طرح مقاربات جديدة لمشكلات تركيا المزمنة، كالوضع الاقتصادي المتردي والعلاقة مع الأكراد وإعادة تعريف علاقة تركيا بجيرانها في كل من الشرق والغرب، لتنتقل بذلك تركيا إلى وجه جديد أكثر استقراراً وفاعلية، إقليمية كانت أم دولية. قيامتي gelmiş bir millet. Bizim temel hak ve özgürlükler mücadelemizde şairlerimiz susmasın istiyoruz. اليوم تقف تركيا على بعد أشهر قليلة من مئويتها الثانية وسط تحولات كبرى خارجية، كان أبرزها ما يجري في محيطها العربي وكذلك الحرب الأوكرانية وما خلفته من زيادة في حدة الاستقطاب الدولي. أما داخلياً فكان للاقتصاد وأزمة التضخم وبروز مشكلة اللاجئين الدور الأكبر في العودة إلى الجدليات التقليدية وارتفاع الاضطراب الإيديولوجي والهوياتي للمجتمع التركي، وهذا ما ظهر جلياً في سباق الانتخابات الرئاسية الحالية التي عدها مراقبون بأنها الأهم في التاريخ التركي الحديث. فمن سيكون صاحب الخطوة الأولى في مسيرة المئوية الثانية لهذا البلد المتغير؟ الباحث
عن ثوب جديد.